بشكر إدارة مهرجان كام السينمائي الدولي على تكريمها ليا، وده شرف كبير ليا. وأنا بعتقد أن وجود المهرجان في مصر في الأيام دي ده نصرة كبيرة برضو لمصر، وأعتقد أن الفترة الجاية إن شاء الله هتبقى أحسن بكتير. التكريم ده وسام على صدري وشرف ليا كبير. أنا بشكر كل القائمين على المهرجان وكل الناس اللي كرمتني وكل الجمهور اللي حضر وكل الناس اللي حضرت من الدول العربية والدول الأجنبية. أنا بقول لهم أهلا بكم في مصر، مصر بلد الأمن والأمان إن شاء الله.